المزيد حول استقبال المساعدات الدولية في مطار العريش يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري من مدينة العريش كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لوصول المساعدات المختلفة إلى مطار العريش الدولي ومدينة العريش ليتم نقلها عبر بوابة معبر رفح المصرية وصولا للأشقاء في فلسطين. أنا الآن أمام مطار العريش الدولي، حيث يعني يصطف العديد من الشاحنات، ربما مئات الشاحنات متوقفة بالفعل أمام بوابة معبر رفح المصرية الآن، وبالإضافة لذلك أيضا عشرات الشاحنات متوقفة أمام مطار العريش الدولي محملة بالمساعدات المختلفة، الأغذية والمستلزمات الطبية ليتم نقلها إلى الأشقاء في فلسطين. نتحدث اليوم عن أنباء عن هدنة، ولكن ربما هذه الأنباء تحولت إلى معلومات. الآن هدنة لمدة 4 أيام سيتم تنفيذها خلال 24 ساعة مقابل تبادل للأسرى المحتجزين وأيضا الأسرى الفلسطينيين. نتحدث عن 50 محتجزا لدى فلسطين أو لدى المقاومة تم بالفعل أو سيتم الإفراج عنهم على مراحل، أيضا بالإضافة لذلك في المقابل سيكون هناك إفراج عن أسرى فلسطينيين، ولكن العدد لا زال ليس مؤكد، ولكن نتحدث عن ما يقرب من 150 من السيدات والأطفال، وبخضم ذلك المجهودات وكل ذلك بمجهودات مصرية بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل الوقوف مع الشعب الفلسطيني. هذه نظرة على الشاحنات المتوقفة بالفعل أمام بوابة مطار العريش الدولي. هذه الشاحنات من جمهورية مصر العربية، نرى عشرات الشاحنات قد تصل للمئات هنا سواء في العريش أو حتى في معبر رفح المصري. هذه الشاحنات ستتحرك إلى معبر رفح وستدخل عبر بوابة معبر رفح المصرية فور الإعلان عن الهدنة لتدخل بالمئات من هذه الشاحنات، ولكن هذا لا يمنع استمرار فتح بوابة معبر رفح لدخول الشاحنات في كل الأحوال، حتى بدون هدنة أو بهدنة هذه الشاحنات ما زالت تدخل عبر بوابة معبر رفح. نتحدث على أن الهلال الأحمر الفلسطيني تسلم بالفعل ما يقرب من 1400 شاحنة من المساعدات المختلفة حتى الآن، بمعدل أكثر من 40 شاحنة يوميا أو متوسط الشاحنات يوميا التي دخلت منذ 20 أكتوبر وحتى اليوم. وهذا لا يمنع أيضا استمرار وصول الطائرات لمطار العريش الدولي لاستقبال عدد كبير من المساعدات الجوية والأرضية من أجل الأشقاء في فلسطين. كريم بيبرس من أمام مطار العريش الدولي، التلفزيون المصري.